حموصة والحماميص السبعة. استيقظت حموصة مبكراً، إذ يجب أن تحضر لمناسبة مميزة. إنه عيد ميلاد حموص، وحموصة ستعد كعكة. في المطبخ، حضرت حموصة مقادير كعكة الفاكهة الباردة، لكنها لم تجد في ثلاجتها كرزاً أو عسلاً. حملت حموصة السلة وقررت الذهاب للسوق لإحضار المقادير التي تنقصها. سلكت حموصة طريقاً مختصراً كي تعود بسرعة، ولأنها لا تعرف هذا الطريق جيداً ابتعدت عن المسار الصحيح. تابعت حموصة مسيرها حتى وجدت كوخاً غريباً، فقالت: قد يكون هناك من أستعير منه الكرز والعسل بدلاً من الذهاب للسوق. طرقت حموصة الباب، ففتح الباب سبعة من الحماميص الصغار. أخبرت حموصة الحماميص السبعة أنها تريد إعداد كعكة لعيد ميلاد حموص، وأنها تحتاج كرزاً وعسلاً. استعد الحماميص لمساعدة حموصة، وخرج بعضهم لإحضار الكرز والعسل. كان دكتور سوس الشرير يراقب حموصة من النافذة وهي تقرأ قصة للحماميص، فقرر أن يفسد حفلها من خلال حلواه المليئة بالجراثيم. ارتدى الدكتور سوسة ملابس بائع متجول، ثم راح ينادي: أبيع كرزاً وعسلاً! أبيع كرزاً وعسلاً! كرز! عسل! سمعته حموصة، فخرجت مسرعة كي تشتري منه. قال الدكتور سوسة: خذي هذه الحلوى اللذيذة هدية مني. فقالت: لا، أريد كرزاً وعسلاً. قال لها الدكتور سوسة الشرير بصوت ودود وهو يفتح صندوقاً مليئاً بالحلوى الملونة: انظري، انظري إلى الحلوى الشهية، يمكنك أخذها مجاناً. فقالت حموصة بحزم: لا لا. غضب الدكتور سوس الشرير وصرخ فيها قائلاً: سوف أخذك معي ولن تصنعي كعكة. ثم أخرج من عربته قفصاً كبيراً ليضع حموصة به. انتبه الحماميص على صراخ الدكتور سوسة فأسرعوا لنجدة حموصة، وما إن رآهم الدكتور سوسة حتى ولى هارباً من كثرتهم. بعد قليل جاء الحماميص وقد أحضروا الكرز والعسل. شكرتهم حموصة ودعتهم إلى الحفل، وتناولوا معاً كعكة الفاكهة الباردة، وشاركوا حموص هذه المناسبة السعيدة. سنة حلوة يا حموص. النهاية. اشتركوا في قناة حموص وحموصة على يوتيوب، اضغطوا زر الجرس لتشاهدوا كل جديد.